افتح يا جماعة اهوت. اول ما نزلنا على المية بعد ميسا عملنا بقى يا جماعة ورا بعض اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً احنا كوكب الصناعات، احنا النهاردة يا جماعة عند عم اللول برنس البرونبوس اللي محتاج أي طعوم. يا جماعة احنا النهاردة طالعين مالح، اللي محتاج أي طعوم، محتاج أي حاجة، أي عدة، أي حاجة. شوفكم بسم الله ما شاء الله المحل اهوت، والراجل بسم الله ما شاء الله ما بتأخرش عن حد، بترن عليه في أي وقت. احنا الساعة 2 دلوقتي والله، رنينا عليه الراجل صحى من النوم ونزل، وطبعاً حضراتكم شايفين الطعم كلته اهوت. تعبان صيادين اللوت يا جماعة، في برضه جمبري حي، في مشرشر، في اللي نسى عدته، نسى جرادل، نسى اي حاجه، كل حاجه موجوده بسم الله ما شاء الله. وراجل راجل محترم، راجل اللي هو اللي لسه عايزه واللي انت محتاجه، ما بتاخرش عن حد في حاجه يا جماعه. ويكفي ان هو بينزل لك الساعه 2 بالليل 3 بالليل في اي وقت بترن عليه، وهنحط رقمه على الشاشه دلوقتي. اللي محتاج اي حاجه وعايز يطلع مالح وعايز يطلع البرونوس بالذات، احنا تحت امر الجميع. وكريم هيلف لنا لفة على المحل كده يفرج برضو المتابعين، ويشوف اللي محتاج اي حاجة واللي ناسي اي حاجة، لما ربنا يكرمه يوصل هنا بالسلامة موجود كل حاجة. جميع انواع الطعوم يا جماعة، بعايز اكرر تاني جميع انواع الطعوم، مشرشر مشرشر، التعبان، صيادين اللوت يا جماعة موجود، جمبري حي، كل حاجة موجودة بسم الله ما شاء الله. واسيب رقم على الشاشة برضو يا جماعة اللي محتاج اي حاجة. عم اللول اسمه يا جماعه، عم اللول هحط اسمه على الشاشه دلوقتي. 010 هقول برده رقمه وهكتبه على الشاشه. 010 92 43 06 90. ورقم برده هكتبه على الشاشه يا جماعه، عشان اللي مش هيعرف يكتبه ورايا هكتبه برده على الشاشه وهنزله على الفيديو باذن الله. اللي محتاج اي حاجه يا جماعه، انا والله بامانه ربنا احنا ما جيناش بقالنا حوالي 4 سنين ولا حاجه من ايام الكورونا، بس راجل بسم الله ما شاء الله بترن عليه. يكفي الساعة 2:30 دلوقتي يا جماعة، رنينا عليه الساعة 12 ولا 11 واحنا في البيت، قلنا له هنكون عندك واحدة، اتأخرنا لحد 2:30 بنينا صحة وقاملنا من النوم وبيجهز لنا الطعوم بتاعتنا والحاجات اللي احنا محتاجينها يا جماعة، ونطلع نتوكل على الله ونرزق على الله، وان شاء الله نصور لكم المية بإذن الله. وتحياتي للجميع وتابعونا. مرة طعمة خمسة بروز، اقسم بالله ولا بصلها حتى، ما بصلهاش. كنا بندور الصيف، كنا بنعمل عندنا فيك، كنا جايبينه مش عشان هو فريق، كنا جايبينه عشان هو بيمسك الصيف جامد شوية عندنا. لما رنيت عليك مرة ثانية ما ردتش، قال لي يا شريف أكل خمسة العروسة.
لك الراس اتمنى ان هي انا عادي. ماشي عادي. تفتح يا جماعة اهوت. اول ما نزلنا على المية نقطايا اهيت مع دنيسة. اهدي اهدي نقطايا مع دنيسة يا جماعة في اول غمزة بالصلاة على النبي. ركوا زي العسل ان شاء الله. ده كمان دنيسة يا جماعة صغيرة. نمسح الحال يا رب. حتى نقط كمان يا جماعة اهي كله بالدود المشرشر. يلا طبعا انا مع الفجرية. حتى يا جماعة كمان طاية. اهدي طيب اهدي اهدي. مع الفجر يا جماعة تابعونا. على النبي يا جماعة ورا بعض اهو طمية اهي. بسم الله ما شاء الله. سن صغير يا جماعة. سن رقم 6. سلكة خفيفة.